أستاذ العلوم السياسية الدكتور علي أغوان ينضم إلينا من الموصل. أهلا بك يا دكتور علي. يعني بالحديث عن سنجار، كما تعلم وضعها معقد رغم يعني مبادرات لحل مشكلتها، النازحون لن يتمكنوا من التصويت في المناطق التي لجأوا إليها. ماذا يعني ذلك تحديدا؟ ما تأثير النازحين في معادلة الانتخابات؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. أنا أعتقد بأنه ما يزال التشوه الشامل يعني موجود في هذا القضاء. نحن كنا نتحدث في السابق عن تشوه أمني، عن عدم وجود وحدة للقرار الأمني. اليوم نحن على أعتاب انتخابات ربما تحدث في 10/10/2021، تعيش فيها هذه البلدة نوع آخر من التشوهات السكانية والتشوهات على مستوى النازحين، بالتالي انعكست على مستوى التمثيل والانتخابات. هناك تقصير واضح من مفوضية الانتخابات في محافظة نينوى باتجاه محاولة حل هذه المشكلة. نعم هناك قانون تم التصويت عليه في البرلمان العراقي يتعلق بمنع النازحين من التصويت خارج مناطقهم، لكن هناك نازحين سوف يصوتون في مخيمات موجودة في مناطق أخرى لمكونات أخرى. إذن نحن نحتاج لأن يكون هناك مصداقية أكبر. هذه البلدة تحتاج لتمثيل حقيقي لسكانها. الإقصاء لن يأتي بنتيجة إيجابية على الاستقرار المجتمعي هناك. فأنا أعتقد بأنه إذا لم يتم التمثيل الحقيقي في سنجار والتنافس الحقيقي، ستنعكس بالنتيجة على مستوى التعايش الذي تطمح الحكومة العراقية لإرسائه هناك. ما تزال وزارة الهجرة والمهجرين عاجزة عن إنهاء ملف النازحين، لا سيما العرب والإيزيديين منهم في تلك المناطق. بالنتيجة كل ذلك انعكس على تشوه الخارطة نفسها، خارطة الانتخابات في تلك المنطقة. بالحديث عن التغيير الديموغرافي، هناك من يدعو إلى إصدار تشريع يجعل دائرة سنجار ضمن نظام الكوتا، ما يضمن لكل مكون مقعد خاص به يعني لإفشال أي محاولة للتغيير الديموغرافي. كيف ترى ذلك؟ يعني أنا شخصيا ضد فكرة الكوتا بشكل عام مع التنافس الحر، لكن مع توفير البيئة الانتخابية المناسبة. أعتقد بأن الكوتا يعني ترسخ فكرة ربما الطائفية، ربما القومية والعنصرية في تلك المناطق. نحن بأمس الحاجة لأفكار تعايشية أكثر من التقسيمات على مستوى الكانتونات والمذاهب والقوميات في تلك المنطقة. نحتاج إلى بيئة صالحة، إلى مفوضية قادرة على إرساء فكرة الانتخابات في ذهنية تلك المجتمعات حتى تستطيع أن تخرج بعملية ديمقراطية سليمة. أما التقسيمات لن تأتي، التقسيمات على مستوى الطائفي والعرقي والقومي لن تأتي بنتيجة إيجابية حسب تصوراتي، على الرغم من المطالبات الشعبية. لكن أنا كمتخصص في مجال العلوم السياسية أعتقد بأنه التجربة العراقية، تجربة المحاصصة، أثبتت فشلها بشكل مباشر. بالتالي عملية ترسيخها في قضاء يحتاج إلى تعايش سلمي، يحتاج لتداخل مجتمعي على مستوى الطوائف والقوميات، هو من سيؤدي ربما في النتيجة لاستقرار هذا القضاء. طيب دكتور علي، هل هناك حالات متشابهة في نينوى لما يحدث في سنجار؟ يعني المشكلة كذلك في نينوى، لدينا مخيمات في مناطق جنوب الموصل، في المناطق الأخرى المتنازع عليها، ما تزال غير مخدومة انتخابيا، يعني غير موجود فيها بطائق انتخابية أو فيها بطائق ستجير لجهات معينة. مشكلة النازحين لم تحل في الانتخابات منذ عام 2018، وكأن هذه المشكلة يراد لها أن تستمر في هذه المحافظات لكي يتم الاكتساب منها اقتصاديا في أوقات غير الانتخابات، وفي أوقات الانتخابات يتم تجير الأصوات لقوى معينة، وبالنتيجة تظهر لنا تمثيلات غير حقيقية لسكان المخيمات عن مناطقهم الأصلية، ولا يمثلون من خلال يعني ممثليهم الحقيقيين، بل يتم تجير أصواتهم. إذن يعني العملية ما تزال غير ذات مصداقية عالية في محافظة نينوى بشكل عام على مستوى المخيمات، وعلى مستوى حتى عمليات بيع وشراء البطائق الانتخابية في المناطق الفقيرة، لا سيما في مناطق أيمن الموصل. المشاكل متنوعة في المحافظة، نحتاج لجهود مباشرة لكي نقنع المواطن أن يذهب إلى هذه العملية وأن تكون المخرجات حقيقية. نعم أستاذ العلوم السياسية دكتور علي أغوان، كنت معنا من الموصل، شكرا جزيلا لك.